الحقيقة عندنا ملفات كثيرة جدا. أكيد انطلاق الدوري الإنجليزي كان هو الشرارة الأولى لعودة الحقيقة المتعة والإثارة في كرة القدم. مباريات على أعلى مستوى وأنت بتتفرج على المباريات مش حاسس إن دي بداية سيزون. الحقيقة رتم عالي جدا وقوة في الأداء وسرعة وأهداف، والحقيقة كان مجمل الجولة ديت، والنهاردة لسه هتستكمل الجولة أو آخر مباراة الجولة. لكن الحقيقة أكيد كل الناس كانت بتتكلم على انطلاقة ليفربول. ليفربول الموسم اللي فات الحقيقة موسم مخيب للأمال. في النهاية يعني هيلعب في الدوري الأوروبي، مش هيلعب في الشامبيونز ليج، وكانت طبعا البداية كانت مهمة جدا جدا ليورجن كلوب وكمان نجمنا الكبير محمد صلاح. ليه مهمة لنجمنا الكبير محمد صلاح؟ لأن محمد صلاح كان يمكن قريب جدا جدا من تحقيق رقم قياسي أعتقد ما كانش هيسجله أي لاعب في التاريخ. محمد صلاح من موسم 17-18 وهو دايما في المباريات الافتتاحيه للبريمير ليج كان بيسجل لست مواسم متواصله، وهذا الموسم 23-24 الحقيقه محمد صلاح كان بيلعب امام تشيلسي وكان كله طموح وامال انه يحقق هذا الانجاز الكبير والرقم القياسي الرائع. والحقيقه حققه، يعني في خلال المباراه الشوط الاولاني احرز محمد صلاح هدف وكان سعيد جدا جدا بهذا الهدف، لكن طبعا بداعي التسلل اتلغى الهدف. المباراه مشيت طبعا حضراتكم عارفين المباراه انتهت 1-1 ليفربول وتشيلسي، مباراه رائعه من جانب ليفربول. الشوط الثاني كان تشيلسي كمان افضل شويه، لكن كل الناس كانت بتتكلم على لحظه خروج محمد صلاح من المباراه واستبداله تقريبا في الدقيقه 72. الملفت في النظر ما كانش ده الانطباع دايما او ردود افعال محمد صلاح عند تغييره. يعني محمد صلاح معروف بالالتزام بالهدوء، ولكن الحقيقه كان في توتر شويه وغضب كبير جدا من طبعا من محمد صلاح تجاه يورجن كلوب في تغييره. والحقيقه الساعات اللي فاتت كل وسائل الاعلام على مستوى بريطانيا على مستوى العالم كانوا بيتكلموا عن هذا رد الفعل لمحمد صلاح. هنتكلم على ردود افعاله كلاعب. عنده طموحات كثيره جدا، عنده بيفكر ما بيفكرش في الدرجه الاولى في الارقام القياسيه، ولكن كان بالنسبه له مفاجاه لخروجه من المباراه. ليه مفاجاه لخروجه من المباراه؟ لان محمد صلاح الحقيقه كان نجم المباراه في الشوط الاول. محمد صلاح احرز هدف تم الغاءه، محمد صلاح عمل اسيست ولا اروع للويس دياز احرازه هدف التقدم، محمد صلاح حط كرة في العارضة، محمد صلاح كان هو الشرارة وهو زي ما بيقولوا كده العنصر المهم جدا جدا في خط هجوم ليفربول الشوط الأول وعن بداية الشوط الثاني. محمد صلاح نجم الشوط الأول بلا منازع، زي ما بقول لحضراتكم أسيست هدف ملغي كرة في العارضة، كل كرة بيلمسها بيعمل خطورة. وبالتالي خروجه في الدقيقة 72 يمكن كان جزء كبير منه أنه هو عنده القدرة وحاسس أنه ممكن يعمل أفضل في الباقي من المباراة. رد الفعل كان يمكن شوية متوتر من محمد صلاح، كان غضبان جدا جدا، وده عمل ردود أفعال على مستوى السوشيال ميديا في العالم كله في بريطانيا بالأساس، وكمان على مستوى يورجن كلوب. يورجن كلوب بتسأل يمكن في المؤتمر الصحفي عن هذا يعني غضب محمد صلاح، قال لهم الحقيقه يعني انا ما كنتش بفكر في الارقام القياسيه، يعني انا ما كنتش متوقع انه ممكن جدا محمد صلاح، او ما عنديش فكره ان لو محمد صلاح جاب جول هيبقى عنده رقم قياسي. انا كل اللي كنت بفكر فيه ان احنا نفوز بالمباراه، نفوز بالبدايه، لان البدايه مهمه جدا جدا. ودايما يورجن كلوب على فكره يعني طبعا هقول لك مش من محبي محمد صلاح، لكن من الناس المؤمنه جدا جدا بقدرات محمد صلاح الحقيقه، ودايما على تواصل معاه بعلاقه اكتر من رائعه. لكن زي ما بقول لحضراتكم ردود الافعال كانت كبيره، بعض الاسماء الكبيره في الكره الانجليزيه يمكن خبطت شويه في محمد صلاح، وحد قال له لا انت لازم يعني ما بين قوسين كده تقعد ساكت، وده قرار المدير الفني، وايه تحقيق الارقام الفرديه ما بيكونش هو الاساس وما بيكونش هو الهدف الاول للفريق. يعني ردود افعال كانت غاضبه شويه في انجلترا على خروج محمد صلاح، ويعني ردود افعاله بعد خروجه. لكن يبقى محمد صلاح هو نجم ليفربول ونجم الدوري الانجليزي، ما فيش شك. محمد صلاح يعني حتى في الاسابيع قبل انطلاق البريمير ليج جاله عرض وهمي، عرض خيالي من السعوديه، و رفض هذا العرض وقال انا مستمر مع ليفربول وعندي
طموحات كثيرة جدا جدا، ولما تسأل قبل بداية السيزون طموحاتك ايه وامالك ايه، اماله طبعا هو الفوز بالبريمير ليج هذا الموسم، ويعني زي ما بيقولوا كده يعني يمحي صورة ليفربول في الموسم الماضي. فمحمد صلاح عنده رصيد كبير جدا، عنده رصيد عند الجماهير، عنده رصيد عند يورجن كلوب، عنده رصيد مع زملائه وده مهم جدا. فمحمد عنده سبورت كبير جدا جدا، علامة استفهام شوية على توتره خلال خروجه، لكن ده وارد. محمد صلاح الضغوط كانت كبيرة جدا جدا عليه الفترة اللي فاتت. محمد صلاح نفسه كأي لعيب يحقق رقم قياسي مش هيتحقق تاني، وصعب جدا يتحقق تاني انك تسجل في 7 مواسم متتالية في افتتاحية البريمير ليج. وزي ما بقول لحضراتكم محمد صلاح جاله عرض كبير جدا من السعودية ورفض هذا العرض.